صباح عليك يا نهاوندة، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معانا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. وبدايتنا طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي يعني يمكن مازال بيستعد لمواجهة شباب لوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة إن شفنا يمكن المران استمر على مدار 3 أيام، وكان نهاية المران كان امبارح، والحقيقه النهارده في وديه هامه للنادي الاهلي امام نادي سموحه، هتقام هذه الوديه في تمام الساعه 3 عصرا. طبعا الوديه دي انا هواندو يا كريم بتاتي ضمن الوديات اللي يعني يمكن بياخدها وكان حريص جدا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ان هو يخوض عدد من الوديات خلال هذه الفتره. ده طبعا لاختبار جاهزيه اللاعبين سواء الفنيه او البدنيه استعدادا للمرحله المقبله، وهي مرحله هامه جدا طبعا قبل السفر للجزائر. الحقيقة أن السفر هيكون للفريق يوم 13 ان شاء الله، وهيسبق يعني يمكن الفريق والجهاز الفني هيكون الجهاز الاداري يوم 11 في الجزائر، علشان بقى الاطمئنان على كل الامور الخاصه بسواء الاقامه الخاصه بالفريق الاول للنادي الاهلي، وايضا يمكن كمان الملاعب الخاصه بالتدريب، وايضا الاستاد اللي هيقام عليه مباراه النادي الاهلي وشباب لوزداد الجزائري. الحقيقه ان احنا يمكن شفنا منذ حوالي 10 ايام كان في يعني يمكن قبله كمان كان في معسكر مغلق للنادي الاهلي في الامارات، خاض برضو وديتين سواء امام الاخدود السعودي او حتى الاماراتي. ويمكن زي ما انا قلت يعني انا هواندو يا كريم، مارسيل كولر حريص جدا ان هو يخوض عدد من الوديات قبل السفر للجزائر علشان الاطمئنان طبعا على كل جاهزيه اللاعبين في هذه المرحله المقبله ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله. المباراه طبعا هتقام يوم 16 من فبراير الجاري. وعايز اقول كمان ان اللعيبه الدوليين مش هيكونوا موجودين في مباراه اليوم الودية أمام سموحة، ولكن الحقيقة هينضموا بقى بعد كده للمران اللي هيكون يعني مباشرة بعد الودية الخاصة بسموحة، هينضموا بقى لصفوف الفريق والتدريبات الجماعية. وأيضا خلاص يمكن المصابين كمان اغلبهم بيتاهل للبرنامج كمان اللي وضعه دكتور احمد جاب الله دكتور للفريق الاول. والحقيقه ان شاء الله نشوف سواء اللعيبه الدوليين او كل المصابين جاهزين للسفر ان شاء الله للجزائر لخوض هذه المباراه الهامه امام شباب لوزداد الجزائري. ده فيما يخص الفريق الاول لكره القدم. خلينا بقى نروح لكل الالعاب الرياضيه الاخرى، وبدايتنا طبعا مع الفريق الاول لكره السله اللي قدر ان هو يتغلب على سموحه امس طبعا في مباراه هامة جدا بنتيجة 74-58. المباراة أقيمت هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن هيكون عندهم راحة النهاردة وبكرة، وهي عندهم مباراة هامة جدا يوم الأربعاء المقبل، يعني بعد غد الأربعاء على طول مباشرة عندهم مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري السوبر. عايز أقول أن مباراة النادي الأهلي أو رجال سلة الأهلي يمكن كانت مباراتهم أمام سموحة دي مباراة في ختام جولات الذهاب طبعا من دوري السوبر لكره السله، والحقيقه ان هم محققين على العلامه الكامله، وده كان الفوز السادس ليهم على التوالي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراه بعد غد الاربعاء هتكون امام نادي الجزيره في زي ما انا قلت مباراه مؤجله من الجوله الرابعه من بطوله دوري السوبر. بالنسبة بقى لناشئات سلة الأهلي 16 سنة قدروا ان هم يحققوا الفوز على فريق الشبان المسلمين بنتيجة 59-30، ده كان بيأتي ضمن منافسات بطولة الجمهورية. ومن كرة السلة خلينا بقى نروح لكرة اليد. الحقيقة بعد الفوز طبعا على نادي هليوبلس بنتيجة 31-27، ده كان في افتتاح جولات طبعا المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. غدا ان شاء الله عندهم مواجهة هامة جدا امام نادي الجزيره في الجوله الثانيه من هذه المرحله او من دوري المحترفين. ايضا ناشئات يد الاهلي 2006 قدروا ان هم يحققوا الفوز على سموحه بنتيجه 36-34، وده ايضا كان بياتي ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. ويمكن ناشئات يد الاهلي 2006 يعني شفنا ليهم مباراه كبيره جدا امام نادي الزمالك، وقدروا ان هم يحققوا سكور كبير جدا في مباراه يعني كانت منذ يومين امام نادي الزمالك كان
بنتيجه 47-26، فالحقيقه عايزين نقدم لهم كل التحيه والاشاده، وكمان نتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم. اما بقى اخيرا بالنسبه لرجال طايره الاهلي، بعد الفوز طبعا على فريق القناه اول امس يوم السبت بنتيجه 3-0، كانت 3 اشواط طبعا النادي الاهلي، 3 اشواط نظيفه مقابل لا شيء. هيواجهوا ان شاء الله سموحه غدا، وهتقام المباراه في الاسكندريه ضمن بطوله الدوري. الحقيقه برضو مقدمين اداء عالي جدا في كل المباريات اللي بيخوضوها. طبعا دي كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. تغطيه كالعاده يا مريم منك رائعه، بنشكرك جدا جدا.